هل تجوز شهادة الزور خوفا من قطع الأرحام؟ لا تجوز ثم لا تجوز ثم لا تجوز. قال تعالى: الذين لا يشهدون الزور إذا مروا باللغو مروا كراما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وقول الزور، لما قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور.